اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده إن شاء الله هناخد برنامج سويد، هو تطبيق مقدم من شركة مايكروسوفت لتطوير العروض التقديمية على صفحات الويب، ومنضم حديثا إلى برامج الأوفيس لتطبيقات المكتب. من خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم إنشاء موقع ويب من خلال الجمع بين النصوص والصور المتحركة والثابتة ووضع تأثيرات على العرض المقدم، ثم يمكنه من استرداد محتويات من مواقع مختلفة مثل الوان درايف واليوتيوب. واحنا عارفين ان الايام دي احنا في تقديم المعلم المبدع الخبير MIE Expert، فاحنا عايزين نحضر ملف سوي بتاعنا اللي هنقدم بيه. وليه ملف سوي؟ هنشوف مع بعض كده. من جوجل هفتح جوجل، عندي طريقتين علشان اتحصل بيهم على برنامج سوي. اما هكتب هنا في البحث sway.com، فتظهر عندي هنا، هاخد اول لينك هيظهر لي هضغط عليه. الواجهه بتاعت سوي بتظهر لي بالشكل ده. وفي طريقه تاني ممكن ادخل بيها على سوي، ان احنا هنروح تاني لمحرك البحث وهكتب اوفيس 365، هاخد برضو على اول لينك كده. هنا ظهرت الواجهه الرئيسيه بتاعتي، عندي هنا التطبيقات بتاعت الاوفيس، من النقاط اللي من فوق دي هضغط عليها، ادي التطبيقات ظهرت عندي، ادي برنامج سوي ممكن ادخل له من هنا، ممكن من كلمه التطبيقات دي لو ضغطت عليها اهي ادي سوي ظهر لي هنا. ممكن في محرك البحث هنا هكتب سوي ظهر لي من هنا، اي مكان ممكن ادخل منه. ده الشكل بتاعي على اوفيس 365. طيب احنا هنشتغل سواء كان على السوي دوت كوم ولا مايكروسوفت، الاثنين هيشتغلوا بنفس الطريقه. انا عايزه اوريكم هنا قبل ما ابدا في الشرح الملف بتاعي، ادي هنا الملف السوي بتاعي اللي احنا هنتعرف نعمل كده ازاي الملف زيه. يفضل ان هو يكون باللغه الانجليزيه، لكن لو انا مش فاتقن اللغه الانجليزيه بعمل باللغه العربيه. بعمل بكتب السي في بتاعتي، كل الشغل اللي انا اشتغلته قبل كده والصور الشهادات، الصور والشهادات. هنا عندي دي قناه اليوتيوب بتاعتي، انا هنا لو ضغطت على اللينك ده هيوديني على القناه بتاعتي. عملنا الشغل ده ازاي هوري لك ازاي. حساب لينكن، حسابي على تويتر، كل ده لينكات. حسابي على الفيسبوك، في صور بتاعتنا في تدريبات، في فريق اوفيس، في الشهادات، اي شهادات حصلت عليها، اي صور في تدريبات، ده كأنهم بيشوفوك. اي فيديوهات حضرتك شارحها وعايز ترفقها معاها تعمل لها تضمين، هنعمل لها تضمين. ادي شكل الشهادات بأشكال مختلفة، لو بصينا كده بتتحرك بالشكل الجميل ده. هنشوف مع بعض عملنا الحركات دي ازاي والحاجات دي ازاي. ده كده اخر سوي بتاعي. عايزين نعرف عملنا كده ازاي واشتغلنا كده ازاي، هوريكم ازاي. ده شكل الواجهه الرئيسيه بتاعتي. طيب انا مس نجلاء، انا عامل سوي باوربوينت او بي دي اف او وورد قبل كده، عامل السيره الذاتيه بتاعتي بي دي اف او وورد او باوربوينت. انا طب ينفع احولها سوي ولا لازم اعمل الشغل بتاعي من الاول؟ لا، احنا عندنا هنا لو عايز اعمل الشغل من الاول هنعمل انشاء جديد، لكن لو عن ملف وورد او باوربوينت او بي دي اف ممكن احوله لسوي. بضغطه واحده هنضغط عليها، بدء من المستند، هشوف المستند بتاعي فين.
هبتدي انزل المستند ده وورد. ادي ده سي في انا عاملاه على الوورد اهو. طيب ينفع السي في ده احوله لسواي؟ اه طبعا ينفع. انا عملت له كده، عملت له تصميم، اضغط على التصميم اشوف هو غير لي شكله ازاي بالشكل ده اهو. وادي اللينكات اللي انا حطاها زي ما هي كده. انا هاخده اعمل له مشاركة واعمل اي شخص لديه الارتباط يقدر يتعرف عليه او يشوف اللي فيه. وهنا منساش اعمل عرض واعمل نسخ، واخده نسخة ابعتها في الملف بتاعي ده لو عندي باوربوينت او بي دي اف او وورد. طب انا لا مش عندي وانا عايز اعمل واحد جديد. طب هنعمل ايه؟ هنشوف مع بعض. هنا هنشوف معايا القوالب دي، ممكن اختار قالب جاهز اشتغل عليه زي مثلا اشوف العنوان المناسب ليا ايه، ومثلا اخد ده قالب جاهز اهو هشتغل عليه دوبك اغزل البيانات بتاعتي وابتدي اعمل زيه. لكن احنا عايزين شفنا ايه ان في قوالب جاهزه. ادي القوالب اللي جاهزه اللي ممكن استخدمها واشتغل عليها. هنا عندي ملفات السوية الخاصه بي التي تم تحريرها، الملفات اللي تم تحريرها التي تمت مشاهدتها، هي دي اللي تمت مشاهدتها اخيرا. التحليلات بتاعتي بنلاقي عدد مرات العرض، المتوسط، متوسط نسبه الاكمال، نظره سريعه ولا نظره عميقه، كل ده هيبان في التحليلات. طب انا الملفات اللي تم حذفها ممكن اشوفها تاني؟ اه التي تم حذفها بلاقيها موجوده هنا. يتم حذف ملفات سويه الموجوده في سله المحذوفات تلقائيا بعد 30 يوم. هنا عندي عرض مزيد من الدروس في مجتمع علمني، انا ممكن اضغط عليها وادخل على ليرن واخد الشهادات بتاعتي والكورسات بتاعتي من هنا، مش لازم اطلع من بره. طيب انا هنا عايزه اشوف ازاي اعمل سوي جديد لنفسي. اضغط على كلمه انشاء. هنا احنا دخلنا المطبخ بتاعنا اللي هنعمل فيه الملف الانجاز بتاعنا. هنا عندي الشريط القصصي. الشريط القصصي ده عباره عن المطبخ اللي بعمل فيه كل الاعدادات وورشه العمل اللي انا هشتغلها والتنظيم واضافه صور والعنوان والخط والارتباطات، كل ده هيكون من هنا. طبعا عندي كلمه تصميم لو ضغطت عليها بس لسه ما فيش شغل، لما يظهر الشغل هتبان. كلمه تصميم دي بيكون فيها الشغل اللي انا عملته، الشكل النهائي هيكون شكله ايه. عندي تشغيل، لو انا عايز السوي بتاعي تشغيل اوتوماتيك بضغط عليها. مشاركه، طبعا بعد ما بخلص السوي لازم اخد اللينك بتاعه وابعته مشاركه. عندي هنا ادراج لو عايز تدرك صوره او اي او فيديو. عندك هنا فتح البحث، ده علامه العدسه دي للبحث، هنشوف لما هنبحث على صور او شيء من هذا القبيل فهنكتب فيها في البحث. هنا عندي هكتب ملف الترشح معلم خبير. هنا بعد ما كتبت اسم الملف بتاعي ممكن لو عايز تكتب باللغة الإنجليزية، هو يفضل باللغة الإنجليزية. هنا ملف الترشح لمعلم خبير. طيب انا لو عايز اغير في تنسيق الخط بضغط على احدد الخط بتاعي كده واضغط على كلمه ابراز. هنشوف مع بعض ازاي بيبقى شكله كده. طيب لو انا عايز اعمله مائل بضغط عليه وبعمل تمييز. طب انا عايز اضيف لينك لي مرتبط بيه، اول ما اضغط على الكلمه دي ملف الترشح هيوديني على لينك في مكان تاني او في القناه بتاعتي، هنشوفها بعد كده. عندي هنا شمال او يمين التحديد اتجاه النص، هنشوف مع بعض هيعمل ايه اهو زي ما انا عايز المكان اوديه. فده كل اللي اقدر اضيفه. طب اقدر اضيف صوره لي،
اه طبعا تقدر تضيف صورة، هضغط على صورة كده ده فتح لي هنا مكان البحث، انا ممكن ابحث في بحث في المصادر، او عندي لو عندي صورة على الوان درايف على جهازي من اليوتيوب، عايز تحط لينك اي حاجة هتقدر تستفيد وتقدر تجيب المحتوى بتاعك من اليوتيوب او من الوان درايف او من اي مكان تشتغل بيه. طب عندي هنا انا هكتب عندي صورة صفر، هضغط انتر، اختار مثلا الصورة دي واعمل لها اضافة، انا كده ظهرت عندي الصورة دي. اول ما بضيف الصورة زادت عندي هنا في الشريط كلمة النقاط الهامة. يعني ايه النقاط الهامة دي؟ هضغط عليهم ونشوف هتدينا ايه. حضرتك هنا عايز الصورة كلها ولا عايز جزء منيها؟ لو عايز الصورة كلها لازم تعمل علامة هنا علشان تظهر لك الصورة كلها، لكن لو عملت إعادة تعيين أنا عايز الجزء ده بس، هقف عليه وخلاص، على كده هو ده الجزء اللي هيظهر معايا. تعالوا نشوف مع بعض. آدي التصميم بالشكل ده. طب هو هل الخط ده أنا هقدر أغيره بعد كده ولا لأ؟ آه هتقدر تغيره. طب هنشوف إزاي. هنا طب أنا عايز أضيف، اضغط من العلامة دي، علامة الزائد دي يعني معناها ادراج محتوى، ادراج محتوى، هضغط عليها. حضرتك عايز تضيف عنوان ولا عايز تضيف نص ولا صورة ولا عرض متسلسل ولا تحميل؟ لا انا عايز اضيف نص، اكتب هنا في النص ده ايه مثلا، التذكرة التذكرة ذاتية. حط عليها ايه؟ عددتها كده واعمل البراوز. عايز تعمل لها تمييز لكل الاختيارات دي براحتك. طب هنا عند الصورة الذاتية دي، الصورة الذاتية عايز تضيف حاجة؟ انا عايز اضيف الصورة بتاعتي. طيب نضيف الصورة منين؟ من هنا هختار صورة. طيب الصورة دي أنا حطها فين؟ أنا حطها في المقترح عندي في الجهاز بتاعي طبعا. عندي هنا الصورة ممكن أعمل لها كده وأضغط أوبن، هلاقيها اتحملت عندي بالشكل ده. في طريقة تانية نضيف بيها صورة؟ الطريقة التانية بالسحب والإفلات. يعني إيه السحب والإفلات؟ يعني أنا هناخد كده هذه، أشوف مثلا لو أنا عايز أحط الشعار بتاع الأوفيس هضغط عليه وأسحبه وأخد الصورة أحطها هنا كده. السحب والإفلات ضاف لي صورة. طب أنا نشوف كده مع بعض التصميم بالشكل ده، المطبخ بتاعي. هقف عند الصورة كده. عند أهم حاجة في الصورة النقاط الهامة. النقاط الهامة دي إيه؟ هتحدد جزء من الصورة ولا علشان ما تجيلكش هنا شايف على الموبايل نص الصورة طايح، على الكمبيوتر نص الصورة مش مظبوط. لازم أحدد الصورة كاملة. لو لاحظنا مع بعض الصورة تحت أهو، المنظر على الموبايل وعلى الكمبيوتر الصورة اكتملت. نفس الفكرة هنا هعمل النقاط الهامة ولازم أعمل شيك عليها. طيب الصور دي ممكن أحتفظ بالحجم بتاعهم ولا ممكن أغير فيه؟ لا عندي ده أصغر حجم، عندي فيه أكبر منه، عندي فيه أكبر. كل ما أنت عايز حجم الشكل إيه بالظبط بتضيفه. طب هنا ظهر لي إني عندي ترقيم نقطي وترقيم تعداد رقمي. عندي هنا نقاط وتعداد ايه؟ رقم. تمام. انا بعد الصورتين دول عايز اضيف ايه؟ عايز اضيف نص هكتب فيه السيرة الذاتية بتاعتي. هتكتب مثلا نجلاء
هنزل تحتيها اكتب معلم اول لغة عربية. تحتيها مدرب مايكروسوفت مثلا، يعني الكتب بتاعتك، تاريخ ميلادك، اللينكات بتاعتك، اي حاجة عايز تحطها هنا بتحطها. طب هنا الخط ده مش عاجبني، هعمل ازاي؟ اكد عليه، احدد واعمل ابراز. هنا عايز اعمل تعداد نقطي، هضغط على ده. طب لا، انا عايز اعمل تعداد رقمي، هروح ضغط على دي ارقام. تمام. لا انا مش عايزاها هنا، عايزاها الناحية الثانية. ينفع؟ طبعا. اروح عاملاها كده، اتغير المكان بتاعي. طيب انا عندي الحجم بتاعها صغير، ممكن نكبره؟ هنكبر. طب انا مش عايزه خالص وعايزه احذفه من علامة الحذف. تمام تمام تعال نشوف معانا. الشكل اهو، ادي كلمة السيرة الذاتية، تحتيها الصورة بتاعتي بتاعت الفريق، هنا الاسم. طب الكلام ده مش واضح، انا عايز اغير الخط بتاعي، اغير منين؟ الانماط اللي هنا هضغط عليها، الانماط اللي هنا بقدر احدد نوع الخط بتاعي. هنا عايز العرض عمودي زي ما هو كده ولا افقي؟ تعالوا نعمل افقي ونشوفه هيبقى ازاي. اهو بالشكل ده، زي عرض شرائح عادي. طيب تعالوا نشوفه بالشكل ده هيبقى عامل ازاي. اهو، لكن انا عايز هيعرض لك شريحة شريحة، لا انا عايزاه عمودي زي ما كان. تعالوا نشوف الانماط اللي تحت دي، في اشكال. انا كل ما اختار شكل شايفين يظهر لي شكله ايه الناحية التانية. اهو اهو، اشوف الشكل اللي هيعجبني هختار. اهو تمام، وادي الخط اتغير معاه. طب انا لو مش عاجبني الالوان دي كلها اعمل ايه؟ ممكن اخصص له. طب ازاي يعني؟ التخصيص، هكتب شباك بعدها 6 ارقام. ظهر لي اللون ده. طب لا، انا مش عاجبني اللون ده، ممكن اغير تاني، اكتب اي ارقام، الرقم بيتغير منه اللون كده. دي لما الرقم بعد الشباك بيتغير، بس المهم يكونوا 6 ارقام، بيتغير اللون بتاعي اهو على حسب الاختيار اللي انا عايزاه. اهو ظهر لي الشكل اللي انا كنت فيه، بس اللون الاخضر. ادي الاشكال اللي احنا بنختارها اهو، اوريك التغيير حصل ازاي واللون اللي احنا عملناه. طب انا عايز ارجع للشكل الاولاني كنت مختاراه. انا اخترت الشكل ده. يعني انا كل ما بضغط على الشكل بيديني اشكال تاني بختار منها اللي انا عايزه. ظهرت معايا الشكل ده اهو. تمام، هرجع للشريط الخصوصي تاني. اختار، لو عايز اعمل شريحة تاني بقف كده بعيد شوية وهضغط عليها واختار عنوان نص. هنا هكتب قناتي اليوتيوب مثلا،
اضغط هنا. هنا علامة اضغط هنا دي لازم اروح محدداها واروح دايسة على كلمة ارتباط. اداني هنا صفحة دي، هكتب هنا ايه؟ اضغط هنا، ده اللي انا كتبها. هيفتح على ايه؟ هنجيب الارتباط بتاعنا. هروح على كده على اليوتيوب، هكتب مؤسسة، هكتب اسم القناة بتاعتي هنا، واروح على التوي. عملنا الستوب كده، تمام. تعال نشوف سرد القصصي، التصميم، تعال نشوف التصميم. ادي هنا قناتي على اليوتيوب. طب هضغط ونشوف هيفتح معانا ولا لا. هي ما تقلقش من العبارة دي، بيقول لك هل واثق انت من المكان ده؟ هقول اه ما واثق منه. هضغط موافق وهقفل على اللينك. كده فتح معايا لينك، كده فتح معايا لينك قناتي على اليوتيوب، تمام، اللي احنا ارفقناه جوجل سوي. ماشي، تعال نشوف. ممكن هنا العلامة دي بيديني بدل ما ارجع، لا احدد انا عايز اروح فين. عندي هنا ملف الترشح ده الاساسي، تاني حاجة السيرة الذاتية، الشريحة الثالثة او الكارت الثالث اللي عملته لما نزلت بعيد عنها ودوست ضغطت عليها من بعيد فتح معايا. انا ممكن هنا اضغط على السيرة الذاتية واجيبها بسرعة، لا انا عايز اروح المقطع الثاني، اضغط عليه بسرعه، ده كاني بوصل للمكان بسرعه. هروح الشريط القصصي، اضغط على ناخد عنوان، هنكتب شهادات مثلا، اعدل الخط، تمام. طب انا عايز اجيب شهاداتي، هجيبها منين؟ هضغط على الوسائط، من الوسائط هختار صور، انا عايز الصور، تمام. هفتح عندي هنا فتح لي البحث مباشرة، لا انا هاخد الصور من على جهازي. هنا عندي مجموعة الشهادات، أحط الشهادات زي ما يترقى لي يعني، واختار ممكن تستحبوا الإفلات أهو أهو. تاخد مجموعة الشهادات اللي حضرتك عايزها، هما نزلوا ورا بعضهم، نزلوا لي بالطريقة دي ورا بعض. طب انا عايزاهم متسلسلين بشكل جمالي، تعال نشوف هنختار ازاي التسلسل. هنا المربع ده اعمل عليه صح، هنا صح، احدد اللي انا عايزاه، واجي اعمل لهم عرض تسد، حددت الصور اللي انا عايزاه. هنا مكتوب عرض متسلسل، تعال نشوف العرض المتسلسل ده هيبقى شكله ازاي. نوع المجموعة عايزها بشكل تلقائي كده، لو كانوا 6 أو 8 أو عدد زوجي ممكن نعرضها بالشكل ده. تعال نشوف هنعرضها ازاي جنب بعض، اهي بالشكل ده. تمام،
فبنحذف منهم واحد. طب عايز احذف دي، هضغط على السله دي كده وحذفتها. تمام، تعالى نشوف الشكل بالشكل ده. طيب انا عايز هروح للشريط القصصي تاني، عايز اغير الشكل ده، مش عاجبني انا التسلسل بالطريقة هنا. هشوف التجميع، هضغط على كلمة تجميع، هختار طريقة العرض الثانية. تعالى نشوفها مع بعض في تصميم. مجرد ما بضغط عليها تنزل للي بعدها بالطريقة دي. دي اشكال بعرض بيها شهاداتي. لو عايزة اغير النوع تاني ممكن اعمل النوع الشبكة. تعالى نشوفه بالشكل ده. نوع المجموعة هو عرض شرائح. هنشوف مع بعض بالشكل ده هيعرض. طيب تعالى نشوف عرض الشرائح، هضغط عليها كده. نوع المجموعة، في انواع تاني، في ان تظهر لي الصور من تحت صغيرة، في صورة كبيرة وصور صغيرة. تعالى نشوفها، بيعرض لي صورة كبيرة وباقي الصور صغيرة. طب انا عندي حاسة ان الحجم ده صغير عايزها تكبر، هضغط على ده، او ده لو عايزها كبيرة اضغط على اخر واحد. هنشوف التصميم بتاعنا، شايفين كبرت بالشكل ده. تتغير من هنا من السهم، ثم يا ترى لك هتعملها. ممكن نعرضها بالشكل ده برضو، الشكل ده. وادي ده برضو بتحرك من السهم اهو. منساش بعد كل صورة كده اروح ضغط على النقاط الهامة علشان اتاكد ان هي معمول عليها تشيك. خلاص تمام، نشوف الثانيه. اتاكد منهم ان هم كلهم النقاط الهامه متعلم عليها بعلامه صح عشان تظهر الصوره كلها، مش نصها او مش ربعها كده. طيب تعالوا معايا نعمل مجموعه تاني تحت كده بالراحه. اضغط على الخط الاخضر الصغير عشان اعمل مجموعة تاني منفصلة. هختار نص مثلا هركب فيه شهاداتي. اندرايف اعلم عليها، اعمل لها ابراز، اعمل لها تكبير. طيب بعد ما عملت شهاداتي هقول له ايه، اضغط هنا هعلم عليها كده على كلمة اضغط هنا. لازم اعلم عليها، لو ما علمتش مش هيجيني اللينك مظبوط. واضغط على ارتباط. انا اجيب هنا الوان درايف الاوفيس، ادي الوان درايف، هضغط عليه. ادي اهم شهاداتي، ادي ده الشهادات اللي انا مستخدماها عندي. هضغط كده نشوف اللينك ده، انا حاطه فيه كل الشهادات بتاعتي والروابط. دي الشهادات بتاعت اهو، تدريبات اللي خدناها قبل كده. طيب انا عايز اخد اللينك ده، اللينك ده احطه في السوي بتاعي، ينفع؟ طبعا. احنا كل ده علشان المساحه اللي فيها السؤال
عايزين عدد معين من الكلمات، انا مش هقدر اخد الحاجات دي كلها غير تسوية، لكن انا اكتبها او انزلها مش هينفع. طيب اهم حاجة وانا باخد اللينك هنا اتأكد من ان اي حد مع الارتباط ممكن anyone، اي حد مع اللينك بتاعي ومبلاء واشيل دي اللينك allow editing ان هو يحرر فيه او يعدل فيه، انا مش عايزاها اشيلها. طب ليه؟ ادي اللينك بتاعي anyone with the link can view، anyone with the link can view يعني اي حد مع اللينك ده ممكن يشوفه. هضغط اخد كوبي كده واروح على الملف بتاعي واعمل له فقط تعال نشوف التصميم شكله عامل ازاي اهو تصميم. تعال نشوف لو ضغطت على الوان درايف هيوديني فين كده. اضغط ادي اهم شهادات انجازاتي، كل الشهادات بتاعتك والتدريبات، اي سكرينات عندك في التدريبات تحطها، اي صور ليك في التدريبات تحطها، كل الحاجات دي مهمه جدا. اي شهادات واخدها من كاهوت او مدرب معتمد من كاهوت من فليبجريد من اي مكان، بتحط كل ما يخص التدريبات في اللينك ده. تمام تعال نشوف كده من الشرط الصغيرة دي، اضغط عليه. انا كده عملت 1 2 3 الشكل الرئيسي وفي 3 مقاطع بحثهم. تعال نشوف شريط القصصي عايز تضيف ايه تاني. عايز اعمل تضمين لفيديو انا شرحته على قناتي، يبقى هعمل من علامة زائد دي هختار الوسائط. طب الوسائط دي هتختار ايه؟ هختار تضمين. هروح على القناة بتاعتي وهجيب اللينك ده الفيديو ده واختار مشاركة، هختار علامة تضمين، هضغط على تضمين. شايفين الرابط بيبتدي بأي فورم وينتهي بآي فورم، خلي بالنا لأن الرابط لو ما ابتداش بيها وانتهى بيها مش هينفع. لو عايز تحدد له وقت البدء من الدقيقة كام ممكن تحددها من هنا. روح الملف بتاعي اضغط هنا كنترول دي. تعالوا نشوف هل الملف بتاعي تضمن عمل له تضمين للفيديو ده ولا لا. صار تصميم اهو، الفيديو بتاعي ظهر هنا متضمن، عملت له تضمين على لان هو في الواي عايز كل ما يثبت ان انت اشتغلت على برامج الاوفيس. فاحنا اي فيديوهات عنده او شرح عنده لاولادك او لزمايلك كمدرب او كمعلم، فحضرتك هتنزل لنا سواء كان عليك عندك قناة على اليوتيوب او عندك الفيديوهات دي هتعمل لها تضمين او تنزلها زي ما وريتك فيديو عادي، عندك فيديو على الجهاز نفسه تقدر تحمله. تعال نشوف شريط القصصي. طب انا هنا عايز اضيف فيديو من على الجهاز بتاعي، هضغط كده. انا عايز اعمل بارت جديد، يعني ما يكونوش كلهم تحت بعض، لا هلاقيهم مقسمين زي كده. تعال نشوفها فين التقسيمه. شايفين احنا الشرط اللي من تحت دي، هضغط عليها. انا عندي هنا كام بطاقه، 1 2 3 4، انا مش عايزاهم تحت الشهادات على طول، لا انا عايز اعمل لهم كارد جديده. تعالوا نشوفوها ازاي. اروح الشريط القصصي هنا، مش هضغط على دي، مش هضغط هنا، هضغط على الخط الاخضر الرفيع اللي من تحت، هضغط عليه. طب انا عايز اضيف ايه من الوسائط؟ عايز اضيف فيديو، هضغط على الفيديو. انا الفيديو ده مثلا عندي على الجهاز بتاعي، هضغط عليه، هاخد الفيديو ده من على الجهاز،
اضغط اوبن. هو بياخد وقت شوية في تحميل الفيديوهات، ناخد بالنا من الحكاية دي يا جماعة، هننتظر لغاية لما الفيديو يحمل. انجازات، اكتب انجازات. خط صغير، هكبر كده الخط، هحدث واعمل ابراز وتمييز. هشوف الفيديو بتاعي شكله ازاي في التصميم، الشريط القصصي، هروح على التصميم. الفيديو بتاعي كده اهو مكتوب تحت انجازات. هتظهر عندي بالشكل ده. تعالى نشوف نكمل ازاي صورة القصص. انا لو عندي فويس او صوت بنفس الشكل هدربه، هضغط على الكلام الزائد، على ادراج مستوى يعني تاني، هختار الوسائط، صوت. لو عندي ملف صوتي ممكن اسحبه، اضغط هنا على جهازي، اخد الصوت ده ارفقه معايا. انا ممكن اضغط عليه واعمل اوبن او سحبه افلات. انا هاخده كده احطه هنا. ده لو فويس مسجله وعايز ترفقه معاك، ممكن اكتب عليه تسجيل. لو عايز اكتب عليه مثلا تسجيل صوتي، تمام، اضغط عليه واعمل له ابراز او تمييز تصميم صوتي. اهو ادي التسجيل الصوتي اهو، اهو تحت التسجيل الصوتي، تمام. نرجع للشريط القصصي تاني. لو عايز تعرض مجموعة صور تانية، هضغط على عرض متسلسل، وهتبتدي هنا تضيف. عايز تضيف ايه، نص ولا صورة؟ عايز اضيف صور، نفس الفكرة، هضيف منها صور من جهازي، اختار كده، واختار اي مجموعة صور تاني هيعمل لي تسلسل. تحته افلات اهو الطريقة دي. حط مجموعة شهادات، كل الشهادات ظهرت عندي والبادجات. مينفعش أهم حاجة وأنا بعرض الصور أضغط على النقاط الهامة، لازم تكون الصورة شايفين حضراتكم هنا نص الصورة مش باين، وهنا مش مظبوطة على الموبايل، لكن لازم احط شيك على الصورة بأكملها. حضراتكم شايفين زي ما شايفين الصورة تحت على الموبايل او على الجهاز ظهرت بشكل صحيح، يعني دي اهم حاجة اتأكد منها علشان الصور تبقى طالعة سليمة. اهو في حاجات معمولة هي متعلمة وحديها وفي حاجات لا، فانا برضو احتياطيا بعيد على كل الصور اللي عندي من النقاط الهامة. اهو عايز تكتب التسميات بتاعتها براحتك، مش عايز برضو ايه براحتك. هبص على الشكل كده، لو مش عاجبني وعايز ارجع اغيره من الشريط القصصي برجع اغيره من الشريط القصصي عادي. احدد الصور كده انا عايز اجمعهم.
حضرتكم انا اخترت الشكل ده بيظهر لك الصوره كبيره وتحتيه صور صغيره. طب انا لو الحجم ده مش عاجبني وعايز اكبر عن كده، برجع تاني للشريط القصصي وبختار هنا حجم صغير، بختار مثلا الوسط او الكبير زي ما يريح حضرتك. خلينا في الكبير طيب ونشوف التصميم. ادي الكبير. طب لا احنا خلينا في الاصغر عشان بيكون حجم مناسب اكتر. حجم الوسط، ناخد الوسط ونشوف التصميم بالشكل ده. انا يدوبك هضغط على السهم ده وهو هيغير معايا. تمام، روح للشريط القصصي تاني، هضغط مش عايز اضيف على نفس مجموعة البطاقات دي محتوى، لا انا عايز بطاقة جديدة او كارت جديد هكتب فيه. انا عايز عنوان مثلا، عايز اوريكم اضافة اللينك تاني. صفحة على فيسبوك، عايز اعيد لك تاني الارتباط. اضغط هنا، اتاكد من الارتباط، اضغط على اضغط هنا واعمل ارتباط. طب الارتباط ده انا عايزه الصفحه اللي على الفيس. الارتباط ده هضغط كده، هعمل تصغير واروح صفحه الفيس واخد اللينك هنا. هنا اعطاني عرض النص، اضغط هنا اداني عرض النص، اضغط هنا. طب الارتباط حط كنترول وفي صفحتي موافق. تعال نشوفها الشكل عامل ازاي من تصميم. يبقى صفحتي على الفيسبوك، اضغط هنا هضغط عليها، لازم هتظهر لك الصفحه دي. الوثوق في كل الارتباطات على سوي، هقول له نعم موافق. اول ما ضغطت عليها ظهرت صفحتي. اي ارتباط عايز تعمله هتعمله بالطريقه دي زي ما شفنا التضمين. لو عايز تضمن فيديو وازاي رفعنا من الوان درايف، ده الشكل النهائي لسوي. كده عندي ده الشكل النهائي لسوي. احنا تقريبا كده استكفينا كل الجوانب بتاعتي. اي لينك، اي حاجه عايز تحط لها تضمين ارتباط بتحطها نفس الفكره هنا. تمام. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت عايز اخد الملف بتاعي واشارك بيه في المسابقه. طب هعمل ازاي؟ عندي هنا نشوف الاول واحده واحده. الثلاث نقاط اللي من فوق دي هضغط عليها. لو حضرتك عايز ملف جديد سوي بتعمله من هنا. لو عايز تكرر نسخه تاني من الملف ده هتضغط. لو عايز تضغط الملف ده كقالب عندك ممكن تستخدمه في التعديل تاني. هحفظ كقالب اهو، هحفظ كقالب عندي. اول ما هطلع على سوي هلاقيه في القوالب اللي من تحت اهو، قالب ظهر قالب جاهز، انا ممكن اخده واعدل عليه. عندي هنا الطباعة هضغط عليها كده. بيقول لك ايه؟ اذا كان تنسيق البي دي اف على عكس ما ترغب يمكنك العودة الى سوي، يمكنك العودة الى سوي وتصديره لوورد من ثم اجراء تغييرات عليه وطباعة. ادي هنا هضغط واقول له بدء التحميل. كده هو بيحمل لي الملف بتاعي بي دي اف. تصدير هضغط عليها. حضرتك عايز تصدره ايه؟ وورد ولا بي دي اف؟ اي من الاثنين هينفع. ممكن اصدر بي دي اف، ممكن اصدر وورد. الاعدادات بتاعت السوي بتاعي هضغط عليها. طب ايه الاعدادات؟ اللغة عايزها عربية ولا لغة تاني ولا انجليزية؟ اختار اللغة. اللغة عايزها عربية ولا اي لغة تاني؟ هختارها من هنا. طيب اظهار ازرار اتجاه النص، زي ما شفنا احنا بنغير الاتجاهات
بداية النص ادي الشريط القصصي، ادي السيرة الذاتية اهي، ادي الاتجاهات النص دي. حضرتك عايزها ولا مش عايزها؟ لو مش عايزها بتلغي تفعيلها، لو مش عايزها بتشيل العلامة دي. استخدام التخطيط من اليمين الى اليسار نفس الفكرة، لو مش عايزه بتشيل العلامة. اعدادات العرض، يمكن للعارضين والمؤلفين المشتركين انشاء نسخة مكررة من سوي. لو عايز اي حد من العارضين او المؤلفين ياخدوا نسخة من السوي بتاعك ويكرروها، تمام، اعملهم صح. السماح للمشاركين بطباعة السوي، لو عايزهم يقدروا يطبعوه، عنديهم امكانية الطباعة، تمام، اعملهم تشك عليه. السماح للمشاهدين بتصدير سوي، عايزهم يصدروه بي دي اف او عاوزهم يصدروه، اعمل لهم. السماح للمشاهدين بتصدير السوي، لو عايزهم يصدروه اعمل لهم صح. السماح للعارضين بتغيير تخطيط سوي، يعني حضرتك عايز اي حد ممكن يغير لك التخطيط بتاعه، اعمل له صح. التسجيل، اظهار تسجيل الصفحة الاعلامي، تسجيل الصفحة يعني اخر صفحة بعد ما اخلص هتلاقي من تحت كده مكتوب سوي. عندي هنا القراءة التلقائية، دي بشغلها ان هو السوي هيفضل شغال معايا تلقائي بدون ما احرك انا بالماوس. تنفيذ حلقة مستمرة، هعمل عليها تشيك صح، علشان بعد ما بينتهي بيشتغل تاني لوحده. دي الاعدادات بتاعتنا. مدقق الوصول، مدقق الوصول ده يعني للناس ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن بيعمل لك نص افتراضي بديل اهو، يعني ادي الصورة بكتب تحتها نص افتراضي بديل، هو كتب لي صورة مزخرفة. لو مش عايز النص البديل ده، هو حاطط كلمة صورة مزخرفة، اعمل عليها تشيك كده تمام. هنا عندي عرض امكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ايه العرض ده؟ هيكون تصميم عالي التباين بلوحة مفاتيح كاملة الوظائف وصلاحية وصول قارئ الشاشة الى المحتوى. لو فعلناه كده هنشوف الشكل عامل ازاي، خط كبير اهو كده. انتهينا من الثلاث نقاط اللي فوق. طيب انا عايز اشارك، طب احنا هنشوف بعد ما شغلنا، هشغل السوي بتاعي كده اشوفه كده، هو هيشتغل لوحده لان احنا فعلنا ان هو يشتغل لوحده، بيظهر بالشكل ده الصورة. احنا سيبنا التايمر زي ما هو 3 ثواني، انا مش بحرك بالماوس ولا باي حاجة، هو شغال اوتوماتيك مع نفسه. وادي هنا تم انشاء الصفحة باستخدام سوري، ده التسجيل اللي قلنا عليه، تسجيل الصفحة بسوري تمام. اضغط على كلمة تحرير عشان انا عايز ارجع المشاركة، انا عايز اشارك اللينك ده على المعلم مبدع الخبير، عايز اخد اللينك عشان اشاركه من المشاركة كده. اهم حاجة في المشاركة، عشان في ناس السنة اللي فاتت ما تقبلتش بخصوص الموضوع ده، اي شخص لديه الارتباط يقدر ياخد اللينك ده، لان في ناس اللي شاف السوي بتاعك مش من نفس مؤسستك فما تفرحش معاهم، وانت ما تعرفش الايميلات بتاعتهم علشان تحددها. فاحنا اي شخص لديه الارتباط هيفتح السوي. طب حضرتك عايز دعوة الاشخاص لعرض ولا تحرير؟ يفضل ان هي تكون عرض، واخد نسخة من السوي، اخد اللينك كده تم اللينك بتاعي وخدت ارتباط. عايز اشارك على الفيسبوك، على تويتر، على لينكن، انا ممكن ايه اشارك. لو عايز اعمل له تضمين، بعمل تضمين من هنا بضغط عليها. لو عايز ارتباط مرئي، الارتباط المرئي اللينك بتاعه على في اي مكان هيظهر صورة، مش هيظهر بيانات الا اذا اتبعت على الايميل. ناخد بالنا من الحكاية دي يا جماعة. عندي هنا خيارات اضافية، ممكن من الخيارات الإضافية أحط كلمة مرور للناس، يعني هو بيكون معاه اللينك بس لازم أضيف كلمة المرور، يضيف تكون معاه كلمة المرور علشان يقدر يدخل. يمكن للعارضين رؤية أزرار المشاركة، لو عايز يشوف المشاركة زر المشاركة ده تمام فعله، مش عايز يبقى خلاص شيله كده. إحنا خدنا اللينك وخلصنا السوي بتاعنا. طب انا اعرف السوي شغال ازاي؟ لازم هدخل على متصفح تاني واحط اللينك بتاعي فيه، حط اللينك هنا كنترول في،
على متصفح تاني انا مش مسجلة دخول بيه بالايميل ده، هنشوف السوي بتاعي هيفتح ولا لا. السوي بتاعي شغال والارتباطات بتاعتي شغالة ولا لا. هضغط هنا مثلا، ادي اللينك شغال وقال لي الوثوق، هضغط عليها هشوف كده، هضغط موافق هشوفه هيوديني على القناة ولا لا. تمام، هو كده وداني على القناة بتاعتي، يبقى اللينك مظبوط وكله شغال. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، ياريت ان شاء الله نكون استكملنا كل النقاط اللي في سوي. ولو في اي سؤال سيبه لي في التعليقات. اتمنى لكم النجاح والتوفيق دايما يا رب العالمين. عجبك الفيديو ياريت نشاركه مع زمايلنا عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.